واولا الحمد لله على هذا الفوز اللي اليوم كنا شفتو مكاسال فوز اللي كانش عندنا اليوم واولا الحمد لله على هذا الفوز اللي اليوم كنا شفتو مكاسال فوز اللي كانش عندنا اليوم واحد ردة الفعل اللي كانت قويه دوز كوتش حتى الاول زين خلي الكوتش هو الاول والحمد لله على هذا الفوز اللي اليوم ما كسال من واحد الخصم اللي تاهو كيعاني في الاسفل ديال الترتيب خصم اللي جا اليوم بحد الدفاع اللي منظم حنا اليوم كما كتعرف لعبنا مباراه ديال البركان وجينا عندنا يومين ديال الراحه ما كانتش كافيه دخلنا في المباراه اليوم بحد بشويه ولكن من بعد لقينا الايقاع ديالنا فاش سجل علينا الهدف ما تراجعناش بقينا مأمنين بالحدود ديالنا وكانت واحد الشخصيه مع عند اللعابه اللي كبيره واللعابه كلشي مأمن في هذا الفريق باللي الراجا فرقه كبيره واي سيتياسيون طحنا فيها كنلقاو راسنا فيها بعدا كتكون عندنا واحد ردات فعل اللي كتكون قويه والحمد لله اليوم وفقنا الله في هذه الثلاثه النقاط كنتمنى من الله نبقاو في هذا المستوى ان شاء الله. حمزه نرصت مباراه خاصه بالنسبه ليك كتلعب مع الكونتر الجيش الملكي اش يمكن دون هذه المباراه؟ وفريق الجيش الملكي المقابله ديالو غتكون شي مقابله اللي صعيبه حنايا غدا غنبداو نوجدوا المباراه اللي خصنا كما كتعرف خصنا نربحوا فيها الاهم عندنا هو ناخذوا ثلاثه النقاط باش نتسلقوا المراتب المقدمه ان شاء الله. الحمد لله 3 بوان راه كتشوف 3 ماتش يعني ربحناهم يعني راه محققنا النتيجه وحققنا داكشي اللي خصو يكون والحمد لله حضروا لنا كجميع المباريات وكنستعدوا في جو مزيان وان شاء الله الدراري راه يقولوا الكلمه ديالهم. بيبليك ديال اليوم ماشي غير اليوم ديما كعارف بيبليك الدراجه باش نقول لهم شكرا بزاف على الحضور ديالهم وحنا الراجا معانا. هاد الانتصارات الثلاثة اللي حققناهم في هاد آخر الدورات يعني ما جاش عن صدفة كان هناك عمل الحمد لله الدراري كانوا رجال فوق رقعة الميدان ومازال إن شاء الله نقدموا المزيد إن شاء الله في المقابلات الجاية وكنوعدوا إن شاء الله الجماهير هذا أننا غادي إن شاء الله نفرحوهم في المستقبل. المقابلة ديال السبت يعني حنا غادي ماتش بار ماتش يعني ما تقدر يكون الجيش تقدر تكون شي فرقه اخرى ولكن حنا غادي ندخلوا باللي ديتاي ديالنا ان شاء الله غادي ننتصروا ان شاء الله باش نفرحوا هاد الجماهير. بطبيعه الحال اليوم المقابله كانت شويه ما كانش فيها شيء كثير فالفرق الواحد اللي كان هو العامل ديال الجمهور اللي عطى الاكل ديالو وحقق ثلاث نقاط فكنظن المقابله كانت تكتيكيه فريق وجدة كان جاي على الاقل ياخذ نقطه من مدينه الدار البيضاء فكانت ثلاث نقاط مهمه بالنسبه لنا الفوز الثالث على التوالي كيعطينا واحد الاريحيه اننا نزيدو نشتغلو اكثر فكنظن المقابله ديال السبت ما غتكون سهله مقابله مع منافس اللي قوي اللي كيتصدر المراتب الاولى في البطوله فيلزمها تركيز عالي يلزمها شغل كثير فكنظن بان المسانده ديال الجماهير ديالنا نحضوا المقابله بشكل جيد نتمنى ان شاء الله اننا نكونوا في نارنا ونحققوا ثلاث نقاط اللي مهمه بالنسبه لنا وغادي تخلينا نمشيو في سبور الترتيب ونكملوا ما تبقى من جولات البطوله بارياحيه وبشغل كثير ونمشيو درجه درجه ان شاء الله اللي بغينا نوصلوا للمبتدا. ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب بارطاجيو الفيديو ديروا جيم تابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.